السلام عليكم، مرحبا بكم عند لي سافور دو لا تركي افيك نزيهة. اليوم راح نقدم لكم بيتزا تركية، راني درتها في اللايف و دارت اعجاب كبير 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 كبير. دونك فوالا بي دي ترك، جو بونس نضم جميع واحد جا لتركيا كلا البيتزا التركية. ما شاء الله بنينة بزاف وخفيفة، و وكاين انواع وانواع 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 تاع البيتزا. المهم احنا لاباط تاعنا واش نديرو لها؟ نهضروا دابور على لاباط ومن بعد نهضروا على لافارس. دونك لاباط انا حنديرها ب 500 غرام فرينه، نسحقوا مغرفه قهوه ولا نص مغرفه تاع العشاء تاع السكر، مغرفه تاع العشاء يعني بيان غازي ما تكونش معمره تاع الخميره، لا لوفور بولانجير خميرة الخبز، نسحقو الابيض تاع ولاد الدجاج ان بلون دوف، نسحقو زوج مغارف معمرين تاع ياغورت ناتور دو كويير ا سوب بلان دو ياغورت ناتور. سينو اللي ما عندهاش الياغورت ناتور متوفر في الدار دير بالحليب، دير كاس حليب تياد ولا دير كاس حليب يا با بروبليم. نسحقو ربع مغارف تاع زيت الزيتون، ربع مغارف تاع العشاء 4 كويير ا سوب دويل دوليف، سينو لويل دو تورنوسول يا با دو بروبليم. نسحقو سي الملح اللي هي مغرفه تاع قهوه، نص مغرفه تاع العشاء. دونك فوالا، ونطمو بالماء دافي. الوغ نبداو السكر، نزيدو الخميره. شوفوا كيما راكو تشوفوا انا المغرفه ما عمرتهاش. نسحقو تاني الزيت، بسم الله، ربع مغارف، ثلاثة وربعة. فوالا الياغورت ناتور، شوفو صدقوني تجي واحد البيتزا توالم في رمضان تجي تشهي، والله صدقوني تجي ولا اروع، خفيفه وبنينه، وكي تصبح تصبح تاني تري بيان، وتقعد يعني ما شاء الله. فوالا لو بلون دوف، الاصفر تاع ولاد الدجاج نخليوه من بعد نسحقوه. نزيدو الملح، نزيدو الملح، مغرفه تاع قهوه تاع الملح بيان سور كالعادة، نحطوه الملح ما نخليوهش يتلاقى مع الخميرة. دونك فوالا، هذه هي البيتزا تاعنا، ونبلو بالماء، الماء دافي، نبلو بالماء دافي. بسم الله، انفيرون يدخل لكم كاس، كاس تاع الماء ولا بالك شويه اقل بيان سور، كل وحده والفرينه ديالها. شوفوا انا راني لايم في العجينه، تحبوا ديروها في البيتخان امبيكابل، تجيكم تري تري بيان، مي انا جو سي اوبليجي نوري لكم هكذا. كاين ناس اللي ما عندهمش البيتخان، يعني باش نقول باللي تجي اوسي بلا البيتخان. الوغ هاد لاباط هادي تخرج لنا ابوبخي 6 باركيت، تخرج لنا 6 تاع لي باركيت. تحبو ديروهم كبار هكدا ابوبخي 50 سنتيمتر، تحبو ديروهم صغيورين انديفيديوال كيما تحبو. فوالا انا كاس معمر تاع الما، شوفو واش خليت منو، ما نزيدش،
الوغ دركا واش ندير؟ نعجنها شويه بلا ما نقطع الخميره، بلا ما نقطع لا بات، كلكو مينوت ماشي حاجه. الوغ جينا اون بات حكمه روحها، ونخلوها بيان سور تخمر، حطوها في ماعون خليوها تخمر، ماشي بزاف تخمر، مع ببخي نص ساعه نقولوها 3/4 هي، احنا ما نسحقوش الفا دوبلي الفوليوم، تريحنا برك لاباط شويه. الوغ لي مالفين ياكلو البيتزا التركيه لو بي دي ترك في لي ريستوران و تعجبهم يوليو توليو ديروها في الدار وتجيكم ولا اروع. شوفوا لا بات ما راهيش تلصق، طري ليا شويه. دونك فوالا حنا واش نديرو، خلوها تخمر، نغطيوها ونخليوها تخمر. دونك فوالا لا بات تاعنا خليناها تريح، نجوزو لا فارس. شوفوا لا فارس سامحوني انا راهي واجده عندي، قعدت لي من البارح. لا فارس عندي لو بولي بلونت بولي، لو بلونت بولي شوفوا كيفاش قطعتو، ستانزيغ نقطعوه هكذا بالموس طريفات صغار صغار صغار، لو بلو فان بوسيبل، فوالا لو بلو فان بوسيبل. نديرو لو بولي بلونت بولي ولا اللحم دو بريفيرونس غنمي يتقطع رقيق 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 وبيان لا فيونداشي. الوغ لي 3 ريسيت لي 3 الوغ لو بولي الدجاج ولا اللحم غنمي مقطع صغير ولا لا فيونداشي كامل نديرو لهم هاد هاد لا ماريناد. واش فيه؟ الوغ لو بولي عندي حبه بصل تاني كوبي فينمون، ماشي ملحيه ماشي غابي، كوبي فينمون قطعوها رقيق رقيق. عندي حبه فلفل حلو هذيك مقطعه تاني رقيقه، شوفوا شحال صغير، قد ما يتقطع صغير قد ما مليح. وعندي فلفل الخضر تاني هاوليك حبه 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 هاليك مقطع صغير. هذا واش كاين خضره في لافارس ديالنا. وعندنا درت لها الملح فلفل الكحل شويه حر اللي يحب، اوترومون هو اصلها ما تجيش حريوره. ودرت لها مغرفه تاع قهوه تاع الزعتر، اتونسيون ماشي زعتره، الزعتر لوريغا فوالا الزعتر، وربع مغارف 3 مغارف ولا 4 تاع زيت الزيتون ولا لويل دو تورنسول. خلطوا 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 بيان هاد هاد الخضره والبصل مع الدجاج، ديجا هكذا خضره شوفوا واحد الريحه بعدا كي قعدت باتت في الفريجيدار ايتو، ما شاء الله والله غير ما شاء الله. هاد هاد لي سافور هادو الله يبارك. تحبوا توجدوا لا ماريناد على البكري، تحبوا في هذيك لا مينوت لو طون لي تخمر لنا لا بات نوجدوا نوجدوا لا فارس ديالنا. دونك فوالا، والملح ايفيدامون نخلطوا هادو ما كامل ونديروا خضر في خضر، استادير لا فارس في لاباط خضراء ونحطوها طيب. هذه لا بروميير. تحبوا ديروا السلق لي زيبينار، السلق طيبوه هكذاك خضر ما يتغلى ما والو بور غاردي سي فيتامين، نطيبوه بالبصل والملح في الكحل ونزيدوا له الفرماج غابي ولا فرماج فوندو واش عندكم متوفر في الدار. تاني سي تري بون ميلانجي تاني السلق. وكاين وحندير تاني اون اوتر فارس اللي هي هنا في تركيا يقولوا له كاشار بينير، انا نشري الفرماج ونرابيه في الدار.
du fromage râpé, تحب le gruyère, gouda, n'importe quel fromage, ماشي مشكل. ونزيد ليها السجوك اللي هو هذا هذا راهو كاين كيما اللي راهم في الخارج، راكو تصيبوه في لي ماغازان تورك، تصيبوه في لي ماغازان تورك، واللي راهم في الجزائر انا شفتو عند البوشيه تاني يتباع. هذا لازم يطيب. الوغ ماشي الكاشير، سي سجوك هدايا. هذا يجي نحطوه هكذا دي غوندال لي يطيبوه تراك في لو بتي ديجوني مع ولاد الجاج. دونك فوالا، اللي ما عندوش هذا، اللي ما يصيبش هذا، يقدر يدير المركز ديالنا، المركز تاع بلادنا. الله الله تاني يجي اكسترا، والله صدقوني يجي تخي 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 بون. فوالا انا ندير كلكو غوندال سور لو فروماج. فوالا كيما يديروا الاتراك. وتحبوا ديروا باغ اكزومبل بيتزا هكذا، اون باركيت كبيره فيها 3 فاريتي دو فارس، 3 بارفان، اللحم، البولي والسلق، ولا الفروماج والسلق والبولي اكسيتيرا. يقسموها على 3 ولا على 2 ولا vous allez voir من بعد la méthode كيفاش نديرو. دونك فوالا، هذه هي لا فارس ديالنا، ساهله مهله، وتجيكم واحد البيتزا. واش نقول لكم، ولا اروع. دونك فوالا، حنا هايليك لاباط مور ما خمرت، مور ما ريحت، واش نديرو؟ اون فا سوبودري بالفارينه لو بلان طرافاي تاعنا. نحصلو على ابوبخي 6 بول، واش نديرو؟ نحكمو اون بول ونحلوها بلو غولو. بسم الله، نحلوها سو فورم دو هكذا، تجيب الطول، نعدوها شويه. شوفوا تجينا اون بات تري فاسيل للخدمة. فوالا، انفيرون 15 سنتيمتر دو لارجور، ونديروها طول تاع لو بلاطو ديالنا. حنا واش نديرو؟ تقدروا تخلوها فوق لو بلان طرافاي تاعكم، ديروا لا فارس وترفدوها وتحطوها، او بيان تخافوا تعودوا ما تقدروش ترفدوها ولا حاجه، نحطوها في هكذا مور ما نحلوا لا بات، نحطوها في لو بلاطو كي فاو فور. ديروا لا فارس. شوفوا هما البيتزا التركيه ما تجيش معمره بلا فارس. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais que trop lèche la farce. Que ce soit ta elham, ou la viande hachée, ou la poulet, ou la, mais que trop lèche, mais dis-nous, je vous ai la farce. Bon, on a la nique vous n'êtes pas obligé de dire autant. On est bête. واش نديرو؟ نقلبو شويه لي كوتي و نابوي هكذا، نزيدو تاني الكوتي لي منا،
نلاقيو لي دو كوتي لي دو بو، نزيدو تاني منها، نجبدوها شويه هكذا ونغرقو لي كوتي كيما راكو تشوفو. ها ça nous fait ça. Coup de chauffe-eau. Alors, on essaye, hakda, on appuie chouïa, hakda, les côtés. باش كي طيب شنو يفاي يقعدو شبان لي كوتي مت ما يرتفدوناش بزاف. فوالا جينا اون بيل باركيت. الله الله، انا حطيت الفوق تاعي يسخن على 200 درجه او موا، يسخن واحد ابري ان كار دور، يسخن تري بيان. انا نزيد لا دوزيام باركيت ونولي ليهم. فوالا راني درت لا دوزيام، درك واش ندير لها؟ ندير لها الفرماج. ثاني لو ميم سيستيم، نقلبو لي كوتي علاش ندير هكذا؟ نحب نطولها اونكور شويه باسكو راكو تعرفوا العجينة اللي ان تي بو جينا شويه الاستيك. ونديروا لها السجوك. نحكمو جون دوف ديالنا، نديرولو شويه زيت، إي أون فا باديجوني الجوانب كامل، الجوانب كامل بالجون دوف باش يجونا شبان، يجونا محمرين، يجونا شابين. فوالا هادي نحسولها شويه، كيجينا أن بو بزاف كبير العجينة. نحيو ان بو دو بات. فوالا اون فا باديجوني ونحطوها طيب على 180 درجه حتى وين نشوفوها حمرت. هي تقول لكم سي بون حوني من الفوق راني طبت ساعي. فوالا دونك فوالا نرجع لكم ان شاء الله مور ما طيب. الوغ راني وليت لكم مازال ما طابتش البيتزا كي باغ اكزومبل تقعد لكم لا بات. داكور تقعد لكم لا بات تاع البيتزا، هادي عطيتها لكم زياده. لا فارس تكون خلاصت، ان اكزامبل تكون خلاصت لكم لا فارس وقعدت لكم لا بات. واش نديرو بهذيك لا بات؟ نحلو هكذا، نديرو هكذا خبيزه نحلوها هكذا شويه، ما نحلوهاش بزاف رقيقه، نخليوها خشيشنا هكذا شويه. واش نديرو؟ نحكمو الياغورت ناتور، ياغورت ناتور نديرو له شويه زيت. نقولو زوج مغارف تاع الياغورت، نديرو له زوج مغارف تاع العشاء تاع الزيت، ونديرو له جون دوف لي قعد، ولا حبة ولاد الدجاج لي قعدت، ولا قعد لكم هكذا ولاد الدجاج فريجيدار. نخلطو هكذا بيان هاد الخليط هذا، نزيدو له شوية تاع الملح شويه صامت. تقعد لكم لاباط ولا تحبوا ديروا هاد لاباط، تحبوا ديروا هاد الخبز هذا. الوغ هذيك الخبيزه تاعنا واش نديروا؟ نديروا لها هاد الخليط هذا، الياغورت مع الزيت والزيت والياغورت ولاد الدجاج، ومن بعد نديروا له هكذا
هكذا بصبعتينا نزيدو نديرو الكوتي الاخر. الوغ نروحو جوسكو بو. نمسحو يديداتنا ونحطوه دوز البلاطو. بسم الله كيما راكم تشوفوا ونحطوه في البلاطو. يجينا لو بان تورك هذاك اللي يقدموه لكم في يحطوه لكم في الطبق يجي امبيكابل. نزيد خبيزه واحده اخرى ونقدمه لكم مع البيتزا. فوالا هذه راني هذا من خرجتها من الفوخ شوفوا كيفاش طابت شوفوا كيفاش تجي يعني واش نقول لكم بيتزا ولا اروع. شوفوا الوغ هما اللي تشوف كيفاش يقطعوها يقطعوها دو سيت فاصون يقطعوها هكذا ويديروا سادير لا بريزونت كوم سا يحطوها في تبسي ويسربيوها للناس هكذا دي ترانش سادير كومون يفو لا مانجي بوغ لي جون لي ما يعرفوش البيتزا التركية. الوغ شوفو هادي تاني تاع البولي والله روعة شوفو يحطوها دو سات فاصون هكذا اي فو فات سا ياكلوها هكذا يحكمو الطرف هكذا وياكلو شوفو الوغ ما تقولوش محسوب تجي رقيقه تجي يابسه ولا با دو تو هي اصلها هكذا تجي لا بات فين وتنتكل بون كيما وليت لكم هكذايا وتقعد طريه تقعد طريه 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 انكرويابل سبحان الله هاد لا بات.